ودلوقتي مشاهدينا هنسيب حضراتكم مع موجز لأهم الأنباء مع دينا. اتفضلي يا دينا. شكرا لك. من 8 صباحا بتوقيت القاهرة، 5 بتوقيت جرينتش، موجز الأخبار من التلفزيون المصري، أهلا بكم. ينطلق اليوم مؤتمر استثمار المصري الأوروبي المشترك بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيسة المفوضية الأوروبية أرسولا فوندرلاين. يعقد المؤتمر على مدار يومي 29 و30 من يونيو الجاري تحت عنوان إطلاق العنان للإمكانات المصرية في عالم سريع التغير، بحضور لفيف من المسؤولين الحكوميين رفيع المستوى من مصر ودول الاتحاد الأوروبي وممثلي شركاء التنمية ومتعددي الأطراف، فضلا عن مجموعة واسعة من رؤساء ومسؤولي أبرز الشركات المصرية والأوروبية والعالمية وممثلي منظمات الأعمال المصرية والأوروبية. هذا ومن المقرر أن يشهد المؤتمر التوقيع عدد كبير من مذكرات التفاهم للتعاون في المجالات المختلفة، كما ستعقد لقاءات ثنائية بين الشركات المصرية والأوروبية. استشهد طفلان وأصيب 5 فلسطينيين في قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي منزلا بمنطقة اليرموك في مدينة غزة. وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية بأن عددا من المواطنين الفلسطينيين أصيبوا في غارة شنها طيران الاحتلال على مخيم المغازي وسط القطاع غزة، ويأتي ذلك في وقت فتح فيه طيران الاحتلال نيران الرشاشات على خيام النازحين في منطقة شاكوش وحل تل السلطان في رفح الفلسطينية. كشف مسؤولان أمريكيان أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن أرسلت لإسرائيل عددا كبيرا من الذخائر بما في ذلك قنابل شديدة التدمير زنت 2000 رطل والآلاف من صواريخ هيلفاير منذ اندلاع الحرب في قطاع غزة. وأفادت وكالة رويترز الأنباء بأن المسؤولين أوضح أنه بين بداية الحرب في أكتوبر الماضي والأيام القليلة الماضية نقلت الولايات المتحدة ما لا يقل عن 14,000 قنبلة MK وزنت 2000 رطل و 6500 قنبلة زنت 500 رطل و 3000 صاروخ هيلفاير سطح جو دقيق التوجيه و1000 قنبلة خارقة للتحصينات و2600 قنبلة صغيرة القطر تسقط جوا وذخائر أخرى. ذكر موقع أكسيوس الإخباري الأمريكي نقلا عن 3 مصادر مطلعة أن الولايات المتحدة اقترحت صياغة جديدة على أجزاء من الاتفاق المقترح لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح المحتجزين بين إسرائيل وحركة حماس في مسعى لإبرام الاتفاق. أعلن الجيش الأمريكي تدمير 7 طائرات مسيرة لقوات الحوثي ومحطة تحكم أرضية في المناطق الخاضعة لسيطرتهم باليمن خلال الساعات الـ 24 الماضية. ومن جانبها أعلنت قوات الحوثي مسؤوليتها عن هجوم على سفينة ترفع علم ليبيريا في البحر الأحمر، وقالت هيئة بحرية إنها نجت من 5 صواريخ. وأوضح المتحدث العسكري باسم قوات الحوثي يحيى سريع أنهم استهدفوا 3 سفن أخرى منها سفينتان في البحر المتوسط، مشيرا إلى إطلاق صواريخ باليستية على ناقلة نفط، والعملية أدت إلى إصابة السفينة بشكل مباشر. ذكرت وسائل أعلام رسمية إيرانية أن مسلحين مجهولين هاجموا عربة تحمل صناديق انتخابية في إقليم سيستان بلوشستان بإيران وقتلوا 2 من أفراد قوة أمنية. هذا وأعلنت وزارة الداخلية الإيرانية تصدر سعيد جليلي النتائج الأولية لانتخابات الرئاسة الإيرانية، يليه مسعود بازشكيان. وتتواصل عملية فرز الأصوات بانتخابات الرئاسة الإيرانية بعد إغلاق صناديق الاقتراع، وانطلقت الانتخابات الرئاسية الإيرانية في 58,640 مركز اقتراع في جميع أنحاء إيران، ويتنافس 4 مرشحين في السباق الرئاسي هم مسعود بزشكان وسعيد جليلي ومحمد باقر ومصطفى بور محمدي، وذلك للفوز بمنصب الرئيس 9 لإيران.
يتوجه الموريتانيون إلى صناديق الاقتراع اليوم للإدلاء بأصواتهم في انتخابات رئاسية تشهد تنافس الرئيس الحالي محمد ولد الغزواني أمام 6 مرشحين. وكان الغزواني تعهد بتسريع الاستثمارات لتحقيق طفرة في السلع الأولية في الدولة، هذا ويبلغ عدد النازحين أو الناخبين المسجلين للتصويت نحو 2 مليون شخص، وإذا لم يحصل أي مرشح على أكثر من 50% من الأصوات فسوف تجرى جولة ثانية. ختام موجز 8 فاصل، ونعود لحضراتكم لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر.